مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Welcome to another session of conjugating a verb on a number of tenses and its derivatives. The verb for today is اشترى. اشترى, which means to purchase or to buy. اشترى. Let's have a look at the past tense. أنا اشتريت. أنت اشتريت. أنت اشتريتي. نحن اشترينا. انتو اشتريتو. هو اشترى. هي اشترت. هن اشتروا. انا اشتريت. انت اشتريت. انتي اشتريتي. نحن اشترينا. انتو اشتريتو. هو اشترى. هي اشترت. هن اشتروا. The present tense. انا بشتري. انت بتشتري. انتي بتشتري. نحن بنشتري. انتو بتشتروا. هو بيشتري. هي بتشتري. هن بيشترو. أنا بشتري. أنت بتشتري. أنتي بتشتري. نحن بنشتري. أنتو بتشترو. هو بيشتري. هي بتشتري. هن بيشترو. The future tense. انا رح اشتري. انت رح تشتري. انتي رح تشتري. نحن رح نشتري. انتو رح تشترو. هو رح يشتري. هي رح تشتري. هن رح يشترو. انا رح اشتري. انت رح تشتري. انتي رح تشتري. نحن رح نشتري. انتو رح تشترو. هو رح يشتري. هي رح تشتري. هن رح يشترو. The passive voice. مشترى. 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 Purchased. The verbal noun. اشتراء. شروى. شراء. اشتراء. Not much used. شروى. Very much used in dialect. شروى. شروى. شراء. Equally used a lot, and that is the modern standard Arabic, but then equally as well it's used in dialect. شراء. شراء. شروة. شروة or شراء, highly used. The imperative. اشتري. اشتري. اشترو. اشتري. اشتري. اشترو. The active participle. شاري. شاري. شارين. شاري. شاري. شارين. شاري. شاري. شارين. امتى رايحين تشتروا الشقة؟ امتى رايحين تشتروا الشقة؟ امتى رايحين؟ When are you going؟ تشتروا you buy الشقة the flat. When are you going to buy the flat؟ من وين مشتري هالقميص الحلو؟ من وين مشتري هالقميص الحلو؟ من وين؟ From where مشتري؟ You purchased ها this القميص the shirt الحلو nice. Where did you buy this nice shirt from؟ من وين مشتري هالقميص الحلو؟ من وين مشتري الغدا؟ من وين مشتري الغدا؟
من وين, from where. مشترية, you purchased, you bought. الغدا, lunch. Where did you buy lunch from? رايح اشتري شاحن من الدكان. بدك شي؟ رايح اشتري شاحن من الدكان. بدك شي؟ رايح اشتري, I'm going to buy. شاحن, charger. شاحن is a charger, and afterwards you could be very specific. You could say a phone charger, a laptop charger, etc. You could say شاحن تليفون, شاحن كمبيوتر. من الدكان, from the shop. بدك شي, do you need anything? بدك شي, do you need anything? I'm going to buy a charger from the shop. Would you like anything? رح نشتري فناجين قهوة عربية من السوق. رح نشتري, we will buy, فناجين, cups, قهوة عربية, for Arabic coffee, من السوق, from the shop, from the market. رح نشتري فناجين قهوة عربية من السوق. We will buy Arabic coffee cups from the market. So Arabic coffee cups are very specific and they're different. سارة اشترت هدية لأختها. سارة اشترت, سارة bought, هدية, a gift, a present. لا, for. اختها, his sister. سارة اشترت هدية لأختها. سارة bought a present for her sister. Now let's have a look at the present continuous. أنا عم اشتري, I am purchasing, I am buying. انت عم تشتري, انت عم تشتري. نحن عم نشتري, انتو عم تشترو. هو عم يشتري, هي عم تشتري, هن عم يشترو. انا عم اشتري, I am purchasing, I am buying. انت عم تشتري, انت عم تشتري. نحن عم نشتري, انتو عم تشترو. هو عم يشتري, هي عم تشتري, هن عم يشترو. The going to form or the new future. أنا رايح اشتري, I'm going to buy or to purchase. أنت رايح تشتري, أنت رايحة تشتري. نحن رايحين نشتري, أنتو رايحين تشترو. هو رايح يشتري, هي رايحة تشتري, هن رايحين يشترو. أنا رايح اشتري, I'm going to buy or to purchase. أنت رايح تشتري, أنت رايحة تشتري. نحن رايحين نشتري, أنتو رايحين تشترو. هو رايح يشتري, هي رايحة تشتري, هن رايحين يشترو. Now let's have a look at the present perfect continuous. أنا صار لي عم اشتري, I have been buying, I have been purchasing. أنت صار لك عم تشتري, أنت صار لك عم تشتري. نحن صار لنا عم نشتري, أنتو صار لكم عم تشترو. هو صار له عم يشتري, هي صار لها عم تشتري, هن صار لهم عم يشترو. They have been purchasing, they have been buying. أنا صار لي عم اشتري, I have been buying, I have been purchasing. أنت صار لك عم تشتري, أنت صار لك عم تشتري. نحن صار لنا عم نشتري, أنتو صار لكم عم تشترو. هو صار له عم يشتري, هي صار لها عم تشتري, هن صار لهم عم يشترو. They have been purchasing, they have been buying.
On the left-hand side, you've got the translation, which you could compare with the Arabic script, so hopefully that helps you. Again, this is the verb اشترى. Great, guys. With that, I'll end today's session. Thank you all very much for watching. Hope you enjoyed it and found it helpful. Till next time, stay safe. مع السلامة.